بعينين تشعان بالأمل في غد أفضل، يبعث حبيب كل يوم جرعة جديدة من الحياة في قلب والدته التي اختارت تكريس وقتها وجهدها للوقوف في وجه اضطراب التوحد منذ اليوم الذي أخبرها فيه الأطباء بنتيجة التشخيص. حبيب ما فقتلوش بالوتيزم ديالو حتى وصل في عمر 5 سنين. مقبل كان يدير حاجات بصح انا ما كنتش على بالي بلي الاوتيزم صح، ماشي ما يخزرش فيا، ما يلعبش معايا، ما يحبش كي نحضنه، ما يحبش بصح جاتني حاجه نورمال. لا بروميير دي شوز رحت لوبيتال دو جور تاع شراقه كيما كامل لي مامون تاع الجزائر، يا لوبيتال دو جور يا ديت حسين سا دي بون وين كل واحد وين يبعثو. رحت قالوا لي ما تقلقي روحك ما والو، ماشي غير هو ومع الوقت يتحسن. قلت لهم حبيت نفهم وشنو. قالوا لي هاد تخوب الدار يقعدوا وحدهم، يقدروا ما يهضروش بالخف حتى نعاونوهم، ما يتاقلموش مع الناس حتى حنا نعلموهم، ما يقراوش حتى حنا نعلموهم. تقبل الوضع لم يكن بالامر الهين على نادية، الا ان عزيمتها على كسر ظهر الالم والتغلب على مرض ابنها كانت اكبر بكثير من ان تدعها ترضخ لرغبه المستحيل. بون بكيت بزاف، قد ما بكيت بزاف قد ما راني دوكا اوغوز، ما هذيك البكا كامل عاود ربي يعوضهولي. بكيت بزاف بصح هذاك البكا كنت كي نبكي نقول لحبيب لازم يخرج للزنقه، حبيب لازم يلعب، حبيب لازم يعوم، حبيب لازم يقرا، لازم يفواياجي، لازم يروح يشري لي، حبيب لازم يصلي في الجامع، يديني ويجيبني. هاد الحاجات كامل افكار جاوني في دقيقه بلي الفو با نحبس. واش خممت؟ مسحت عيني وقلت نتحدى. إعادة إدماج الطفل التوحدي في المجتمع والمدرسة يعد أهم التحديات التي تواجهها هذه الفئة، تحد رفعته عائلة حبيب وكلها إيمان بكون الإرادة أقوى سلاح في مواجهة المرض. كنا ما نعياوش وما نقعدوش أنا وباباه، كنا دير الخيل مدة 3 سنوات وحنايا نديرو في ركوب الخيل. ركوب الخيل ركوب الخيل واش يخدم ثقة في النفس، لا بيسين تخدم لا ستابيليتي، فرط الحركه تتنحى في لا بيسين. كره القدم تايكواندو يخرج كاع الطاقه صافي، اسم الحق وقت وين قدر يتبع انتيغراوه من لا كلاس سبيسيال لا كلاس نورمال. التمار بدينا نشوفو الضو وبدينا نحسو بلي حين ننجحو معاه. توفير المرافقه النفسيه والعلاجيه لحبيب من قبل المختصين رغم كونه ضروريا لم يكن وحده كافيا لتحسن حالته، اذ كان للرعايه والاهتمام اللذين حظي بهما دور فعال في رسم معالم قصه نجاح كان الصبر والنفس الطويل عنوانا لها. انا توجور نقول لهم للناس اللي يجوا لعندنا سيكو قد ما نحن نمدوا لهم راح يكون بنسبه 10%. اذا كان لونفون حنا نخدموا معاه بطريقه والاهل يدوه يخدموا معاه بطريقه اخرى مش حتكون كاينه نتيجه، لانه لا باز تاع لا بريز اون شارج المبدا تاعها الاساسي انه لا ريبيتيسيون. لازم قد ما تكون لاتولي اللي نمدوه لهم يكون ريبيتي يسو رانفورس من عند لي بارون، هنا اللي راح نبداو نشوفوا نتائج. حبيب قصة تحد كتبت بأحرف من الصبر والإرادة لتبعث رسالة أمل لكل من هزمه اليأس أمام شبح التوحد.